السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. لحظات ان شاء الله وهنبدأ مع بعض عرض اللي هو الشريحة اللي هنشتغل عليها. بس في شوية بس مشاكل في ضبط الشاشة، هنشوف مع بعض. خليكم معانا يا شباب. طبعا انا بحاول دلوقتي بس اظبط الكاميرا عشان نبين الاختبار قدامنا. محضرين مجموعة من الاختبارات القصيرة هتكون مفيدة لكم ان شاء الله. في عندنا مشكلة فنية اللي هي تحويل الكاميرا. في حد عنده حل لموضوع مشكلة الكاميرا دي يا شباب؟ اللي عنده حل المشكلة دي يقول لنا عليها بسرعة في التعليقات. المشكلة دلوقتي في الكاميرا يا شباب، ثواني كده. اذا ما عرفتش احلها هضطر ان انا اطلع وادخل مرة تانية. اذا ما عرفتش احلها هحاول اطلع وادخل مرة تانية. خليكم معانا يا شباب، سلام مؤقت.